بونجور لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديدة، شهر جديد، فيديو جديدة وجولة جديدة غادي نديروها ان شاء الله هاد النهار في المزرعة، ولكن تيشيرت قديم. هاد النهار غادي نديكم معايا باش نشوفوا شنو هو الجديد في الحديقة رقم واحد اللي عندنا في المزرعة، شنو هما الحوايج اللي زدناهم جداد، شنو هما الحوايج اللي حيدناهم، شنو هما البريكولات اللي عاوتاني زدناهم في هاد لابارتي هادي ديال المزرعة. خليكم معايا حيت كاينة واحد الحويجة زوينة غادي نوريها لكم في التالي ديال الفيديو اللي شحال وانا كنسينا باش نصوبوها. خليكم معايا. زيتونا كما العاده غادي نبداو هذا الفيديو هذا من الاول ديال هذه الحديقه هذه. واخا هنايا راه مازال ما درنا حتى شي حاجه كما كتشوفوا هنايا، كان عندنا واحد الغبار احنا باقيين باقي كنحطوه هنايا في هذه البارتي هذو باش نقدروا نزرعوا فيهم، وكان عندنا واحد شويه ديال الغبار هنايا الفوق هذاك صافي راه طالع. بالنسبه لهذه البلاصه هذه غادي نديروا فيها فرينه. بلا ما نطول عليكم راكم فهمتيو، وهاد الجهه التحتانيه مازال ما زرعنا فيها حتى شي حاجه، يلا درنا الغبار وعندنا شي فليفلات اللي من العام اللي فات كيقاوموا. ودابا وصلنا للبلايص اللي بدينا فيهم الزريع. هنايا زرعنا فيهم اللفت والباربا وواحد اللفت الفجل الكحل غادي نوار، وهنا خلطنا ما بين خيزو والفجل وشلاضه. هاد الحبق هذا ها نتوما كما كتشوفوا راه دار النوره ديالو نهار زرعناه وباقي باقي كيقاوم، نخليوه ريكوبيريو الزريعه ديالو. وهنايا في هذا الصف هذا اللي في الوسط بما انه كنخاوي ما فيه حتى شي حاجه رحنا درنا الفينويل بسباس. هذه الباندا هذه درنا فيها هنايا لاريكو كما كتشوفوا هنايا، ها هو دا راه مخرج الوريقات وبيانتو غادي يدير حتى الوريضات جدادين. هذا درنا هنايا ثلاثة صفوفة ديال لاريكو، وهنايا حداه درنا هنايا الربيع عاد تفكرت، درنا هنايا المعدنوس ودرنا هنايا الكرافس ودرنا هنايا القزبور مخلط مع حب الرشاد. هانتوما هما دو الوريقات ديال المعدنوس، فهاد البلاصه هادي راحنا درنا الجرجير لاغوكيت اللي ديما كنهضر لكم عليها وماشي كاع الناس كيعرفوها. هانتوما الوراق ديالها كيفاش كيكونوا، وحتى هي راه كاينين شي وحيدات فيها بداو كيديروا النواره، ولكن هذا ماشي مشكل نحيدوا النواره باش كتزيد تخلف لينا في الوريقات. بالنسبه لهاد الصف هذا اللي حداه راحنا زارعين فيه البسباس. هانتوما هذا شي بسباس قديم وزدنا حنايا تبعنا السينتا ودرنا البسباس حداها. اما في هاد الصفوف هادو اللي كاينين فرحنا دايرين اللفت، دايرين الانواع ديال اللفت كاملين، اللفت المحفور، اللفت البيض، اللفت الصفر، اللفت الموف. هانتوما هادو الجديرات ديالهم. وهاد الباندا هادي اللي بقات خلاص عندنا المعدنوس ديال العام اللي فات راه باقي كيعطي. هنايا درنا شويه ديال الفجل و خيزو، فجر راه دغيا كيكبر ويمكن لكم تبداو تجنيو منه بواحد السرعه وبواحد السهوله. هذا خيزو ها نتوما، وبالنسبه للفجل انا نوريكم شي فجيلات ها نتوما هي، نوريكم في التالي ديال الفيديو كاع داكشي اللي جنيتو من هادشي اللي زارعينو. هاد البلاصه هادي اللي عندنا هنايا خاويه غادي نديرو فيها لي شو. نبغي نديكم معايا باش نوريكم شنو هي الحاجه اللي زدناها. عقلتي وداك الشهر كان عندنا واحد البلاصه هنايا ما عرفناش شنو نديرو فيها، واش نديرو فيها الازولا ولا نديرو فيها بعدا. نوريكم هنا واحد الحواض ديال البصله درناهم. دونك هاد البلاصه هادي ما عرفناش شنو نديرو فيها، واش نديرو فيها الازولا ولا نديرو فيها لاسير. هانتوما كما كتشوفوا راه بان ليكم البلان. درنا فيها لاسير البارح انايا كنت خدامه فيها وجمعتها مزيان قديت ليها لي بلون دو طرافاي ديالي. المهم حنا دابا يلاه كل مره كنحيدو حاجه من طبيعه الحال. هانتوما هادي البلاصه فين كنخدم، هنا كنحط لي بلاطو باش كنسقيهم قبل ما نحطهم في لي زيطاجير، وهنايا هادي عليتها بهاد جوج كوربات هكا باش كتجيني سهله في الخدمه على قد يدي باش ما بقاش حانيه ظهري. وبالنسبه لهاد البلاصه هادي راني دايره فيها غير كالكو رونجمون كما كتشوفوا هنايا لي بلاطو لي غودي هادو هاد الطاسات ديال الميكا الصغارين. وهنايا المهم
هادو لي سيمي ديالي هانتوما كما كتشوفوا. درت واحد التجربه مره كندير هاد لي بوب بحال هكا باش كنزرع فيهم شي حويجات كنجرب نشوف شنو غادي يخرج. هذا شو دوميلون كندير خرجوا لي هادوك زدت عمرت هادو عاوتاني. هذا القزبر فريزي مشوك كيجي زوين حتى هو المذاق ديالو زوين. هادو انواع ديال لي شو عندي هنايا كلكو سالاد وشوفوا شوفوا شنو طلع ليا. قراو ها مورينغا درت الزريعه ديالها واحد الصديقين صيفطها لينا من فرنسا وطلعات طلعوا ليا جوج على اربعه وزدت في هادو حيت كنعطينا واحد 8 ديال الحبات زدت داكشي لي شاط زدتو هنايا باش نعطي فرصه انه يكبر بما انه طلع ليا مزيان. عندي هنايا كما كتشوفوا هذيك الشريدات هنايا هادو جامبا سي دي سالاد سي دي لي تو لي شو وهادو حتى هما دي شو راني زدت عمرت البارح هنايا. ركبت هاد الرشاش هذا اللي كيكون كيعطي واحد الرشه شويه سبيسيال لي سومي باش ما كيخرجوش ما كيكونش داك لو جيدو شويه مجهد. دونك هاد الرشاشه هادي مزيانه بالنسبه للسقي ديال لي سومي. واخا نورمالمون حنا دايرين واحد لانستالاسيون انا نوريها لكم باش انه نسقيو. نوريكم حتى هاد لي شو هادو هادو شريناهم نقله ديجا واجدين من عند موليهم. هاد لانستالاسيون هادي درناها ديال لاغوزاج اوتوماتيك وعندنا المينيتور اوتوماتيك. غير هادو عندنا واحد المشكل فيهم هاد الرشاشه هادي كترش بزاف وكتضيع الماء وكتسقي حتى الجناب. يعني انا فاش كنطلق الرشاشه على هاد لي طاجير كيهبط ليا الماء حتى لهنا. دونك كنفضل انها تسقى مانيوالمون باليد وبداك الرشاش كتسقى بالاوتوماتيك وتهنى اللهم توقف عليها وترشى وتعطيها غير لا دوز ديال الماء اللي خاصها. دونك هادي لاسير كما شفتي وانايا صراحه عجباني بزاف جيسبيغ انها تكون فونكسيونيل. المهم كل مره حتى هي غادي نقادو فيها شي لعبات جدادين وكل مره غادي نديرو فيها شي حاجه واحده اخرى وكل مره غادي نصابو فيها شي حاجه واحده اخرى. هاد الميكا هادي راه ديجا كانت عندنا استعملناها شحال هادي وركبناها هنايا ندير لها شي غسله ونرونفورسيها باش ملي يكون الريح ما طيرش ليا. كون معايا نوريكم شنو هما الحوايج اللي جنيت. حيت عندي واحد الجلبانه مجالي من ليا حتى هي راها جنينها غنوريها لكم. ولكن قبل بغيت نوريكم واحد الفجل داك الفجل الطويل. شوفوا شوفوا كي كيشق الارض شوفوا ها نتوما. بعدا هو ديجا الاوراق ديالو كبر من الفجل العادي. هذا مثلا الفجل العادي هذا الاوراق ديالو كبارين كيكونوا. شوفوا شوفوا كي خارجه. غنوريكم شي وحده اخرى بلاتي نقلب لكم على هادي. شوفوا شوفوا هادي كي دايره عجيبه عجيبه سبحان الله. هانتوما كيكون صغير هو حتى لواحد النهار كتلقى صافي خرج من الارض وبدا كيكبر بحال هكا. اشنو جيت هاد النهار لا روكيت والفجل غادي نشرح لكم في واحد الفيديو لاحقه. علاش ما زرعناش كلشي في دقه واحده وزرعنا شي حاجه دابا ومن بعد واحد المده زرعنا شي حوايج واحد اخرين فهمتيني بحال خالفنا لو سيكل ديال الزريع. غنشرح لكم هذه القضيه هذه في فيديو واحد اخرى. دابا كنقول لكم باللي الفيديو ديال هذا النهار تسالات جيسبيغ انها تكون عجبتكم. ما تنساوش تكومونطي وتلايكي وتبارطاجي وراني كاينه في كاع لي ريزو سوسيال اخرين بسميت زيتونه لايف. كنقول لكم ا تري فيت تشاو.